أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يحتج بعض المرجئة بحديث النبي في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يقول: فكيف الرد على مثل هذا؟ إيه، يقولها ويعتقدها، هو يقولها لفظ فقط، يقولها ويعتقدها حتى يحاج له الرسول بأنه مؤمن وأنه أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.